قال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية بغزة الدكتور محمد الزقوت، قال إن الوضع في مستشفى الشفاء بائس للغاية لدرجة أنه وصل إلى حافة الانهيار. وأضاف الزقوت أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش الأطقم الطبية في المستشفى وأجرت معهم تحقيقات. طبعا مجمع الشفاء لا زال يحاصر إلى الآن، لا زال جنود الاحتلال موجودين في الطابق الأرضي والطابق البدروم، هم يقومون بتفتيش الموظفين، بتفتيش المدنيين، بتفتيش حتى الجرحى والمرضى. بعضهم قد تم تجريده من ملابسه ووضعه في وضع مهين ومزري، ويقومون بتفتيش كل شيء موجود في المستشفى. ينتقلوا من مكان إلى مكان، انتقلوا إلى مكان الكلى، إلى مكان الطوارئ، دبابات تتحرك داخل أسوار المستشفى.